أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. اليوم في سرح جدا راح نشوفوا هل الجزائري خرج زكاة الفطر أم لا، بالإضافة هل خرجها نقدا ولا طعاما. تابعوا معنا وشوفوا إيش كانت الآراء. خرجتها؟ لا نقدا. أقدر باش تسهل الامور ليا ولا لهذاك المواطن هذاك باش يشريها، كش ما يحتاج الاحتياج تاعو حسب احتياجه تاعو. خرجتها كيفاش؟ نقدا بنعاونوا بها الناس، كاين اللي محتاجها، كاين اللي كذا، هذول كل واحد وكيفاه. انا نشوفوا بلي لا بليبار كاع خرجوا نقدا، شغل الطعام ما خرجوش. طعام دوكا واش نقول لك، طعام كاين اللي ما يحتاجوش، كاين ما يحتاجوش. اذا كنت تعطي له يسحق غير حاجه، زعما تعطيهم له مثال، تعطي له سميد يدير غير سميد، يسحق يدير بيدو تاع الزيت هو، ما يديرش بيدو تاع هكاك، فهمتني؟ بصح دراهم يعاون يشري حوايج لولاد، والمهم هذه هي اللي نقدر. راح نخرجها. واش خيرتي، نقدا ولا طعام؟ نقدا. علاش نقدا؟ باسكو كاين ناس محتاجه دراهم، بالك عندهم دين، بالك هكا، بالك دوكا انا نشوف الظاهره تاع دوكا ما يقبلوش طعام، يقبلوها يحبوها نقدا في اي حاجه، سواء زكاه سواء هكا اي حاجه، تعطي الحوايج ما يقبلوش، تعطي الماكله ما يقبلوش، تشري لهم ما يقبلوش، يحبوا غير النقد. مازال ما خرجتهاش. قول لي واش تفضل، انه نقدا ولا طعام؟ نقدا خير. علاش؟ بريفيرونس. ايه كاين يستحقوا يشيروا بها، سا ديبون كل واحد واش من واش يحتاج. انا نشوفوا بلي الجزائريين خرجوا غير نقدا. اي سا ديبون، دوك لو كانت تمدي غير طعام واحد يسمى يولي عنده سوبيرات، تولي تسمى عنده غير تسمى تروح عنده يتكثروا عليه المواد الغذائيه، واش راح يدير بها؟ بالك بريفيري يشري صباط وليده، بالك حوايج. زكاة الفطر خرجتها؟ خرجتها. ها؟ دراهم بخير، كاين ناس محتاجين. لا انا خرج الصلاه، انا بعتهم البسكره كاع، فقراء بزاف اكثر من المصريين، فقراء بزاف اكثر من الجزائر العاصمه، هذوك يسهلوا فوق بزاف فوق، ليش ما عندناش دراهم؟ كاين ناس ما يمشي يخدموا. خرجتها العباد محتاجه. لا نقدا ماشي طعام. الانسان هذا محتاج بزاف، محتاج الحوايج واحد اخرين، ماهوش ما نقدرش نخرجها له طعام، نقدا خير. زكاة الفطر خرجتها اخت، خرجتها كيما نقولوا ماشي نقدا، خرجتها طعام حبي يقول، كيما نقولوا كاين اللي خرجها كيما كاين اللي حبي يخرجها كيما نقولوا روس، ولا حبي طعام كي تسمع الاخت، وكاين يقول لك نقدا كيما نقولوا هي لا تجوز. خرجتها بيان سور. دراهم علاش كاين الناس محتاجها، كاين بزاف اللي محتاج دراهم، كاين اللي كل واحد كيفاش، واش تمديرو دقيق ولا خبز ولا باينه باللي دراهم، بالك عنده حوايج يشريهم، بالك عنده مرض، بالك يسحق الدواء، بالك سا ديبون، هذاك يعطي له يقدر يدير بهم حاجه. انا خرجت طعام حاب يقول كيما نقولوا دوك انايا، احنا في العائله تاعي احنا ستة، سقامتي حبي 8 كيلو، ايه 8 كيلو 800، حبي يقول قريب 9 كيلو، وزد شويه كيما نقولوا انا درت 10، حبي يقول تقدر تزاد تدير زياده، حبي يقول لا نقدر، لا يجوز اختي، نقدر لا يجوز. كاين ادعياء كل حال مانيش حافظهم، مي كاين حديث على الرسول عليه الصلاه والسلام اللي يقول لك تخرج طعام، باسكو ديجا كي تميزيها تخرجيها راهم دايرينها ب 12000، تروحي تخرجي كيلو عدس شحال يدير 23000 ولا لا فالور تاعو، دونك راهي اكثر من 12000 هذيك، دونك من الافضل تخرج صاع تاع اكل على انها تخرج ب 12000 اللي ما تفيد حتى واحد. انا خرجتها نقدا، خاطش النص الكبير يخرج نقدا، هي ما كاش الحادث اللي يقول لك حبيبي ما يجوش نقدا، سما خرجتها نقدا، وانا ربع في الدار، سما سقامت لي 2000 لواحد، قولي 48000، انا خرجت شويه زياده و
اختي هذا الامر ما فيهاش اختيار، قالها سيد الخلق محمد عليه الصلاه والسلام، ماشي حنا اللي نخيروا ولا هكذا. كاين بزاف حنا جوستوم، وحنا الوقت اللي رانا فيه الناس يسقسيو من هب. انا انسان ما كاش، انا اخر الناس زعما اللي يقدر يحكي لك على الدين، ولكن عمل الامور هذوما ماشي قضيه راي، امور هذوما كاين انسان قال لهم، الانسان هذاك هو خير الخلق، هو خير الخلق. زعما ما عنديش راي فيها، زعما قال امر طبق، امر طبق، سواء قالها ربي سبحانه ولا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم.